نت صباح الخير، كديرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحه وسلامه يا رب. لانكم طلبتوني بزاف نصور لكم مطبخ السطح، طلعت للسطح اليوم باش نصور لكم المطبخ. هذا السطح، انتم غادي ندوزو، ها هو المطبخ ديال السطح اللي غنصورو. هذا هو الباب ديال اللي كيدخلك من السطح، من بيت الصابون على السطح. هذا السطح، هذا المطبخ، هذا الشرجم ديال الكور، هذاك واحد الحمام كرمكم الله. والجهه الباقيه غادي نصورها لكم من بعد. المهم غادي دابا ندخلوا للمطبخ. هذا هو المطبخ من بعيد كيفاش كيجيكم. هو هذا، هذا هو كتشوف، هذا في انواع الزليج يعني وانواع الفيونس، لانه ديال الصح وكنشري داكشي الرخيص، ما كنشريش الحاجه الغاليه الصراحه. المهم هذا هو، كتدخلي كتلقاي هذا، ها انتما كتدخلوا كتلقاو هنا كاينه الثلاجه، هنا كاينه الطابله ديال الصح. كان في الحقيقه راه كانت حال ديك القنت باش ما تشد ليا البلاصه، لان هنا اصلا ما كناكلو برا، كاين واحد الطابله برا. هادي غير الا بغيت نجلس نتسنى الخبز ولا شي حاجه، وكان الحال بارد وكنقرص فوق الخبز. هادي ها هو هاد الباب ديالو، ها شتو؟ لانه فاش سكنت، فاش يلاه سكنت ودرت البيبان ديال الحمام ديال السطح وديال هذا، ما صبغتهمش، ما درت لهمش واحد شي ماده، واحد الماده قالوا يديريها ليهم، انا ما درتهاش، وبقى كان غير هذاك الخشب ديالهم. نسيت سميتو هذا، كيكون تنتفكر سميتو. وشربوه ما مزيان، كانت الشتا داكشي. دابا فاش صبغتهم داروا هكا، دابا خاصني نكرط هاد الصباغه كامله. قلت نسالي نكون متاليه ليها ونكرطها كامله ونقادها. المهم كتدخلوا، غادي نسدو الباب باش، مع انه ما كاينش الضو، غادي نديرو هكا، ما كاينش الضو اللي ما مقطع يوم الاحد. هنا كاين الفران، هنا كاين الانترفون، دايرتها باش الا كنت هنا نسمعها. تما كاين الفران، هذه هي البوطه ديالي ديال السطح، بغيت نعريها. هاد الماركه هادي، وقلت انا يا سلام، زعما الفران، والفران زعما داكشي صدقوا ما هادو الكوانن ديالها كيخسروا. عندي دابا غير جوج اللي خدامين، كتصدي، ما ننصحكمش تشروها، واخا تلقاوها غير ب 500 درهم شريتها، يعني خسرت فيها هذه. ولكن الفران ديالها رائع، خبز، الحلويات، البيتزا، الكيك، الحمار، الفران رائع، يطيب لك 20 خبزة في ربع ساعة، رائع. عشان نقول لكم الفران رائع رائع رائع. هذاك الفران حتى هو من الماركة الاولى، زين عفيفي، الله يعمر ليه الدار، قديم هذاك، عنده غادي تكون عنده شي 23 سنة تقريبا، كان عند دارنا قبل وجبتو انا. المهم هذه هنايا، هنايا نتوما كتشوفوا هذا الشرجم اللي على لاكور، دايره فيه هذيك ديال الطفاية ديال النار. هاد لي بواط هادو دايره فيهم السرابت، داكشي ديال الكوزينه، الزيوف، الكرارس، هادي كندير فيها الكرارس ديال الخبز، هادي كندير فيها السرابت والشيفونات ديال الكوزين. هانتوما كتشوفوا هاد الفران، هذا فيه كندير فيه، هانتوما عطيتو بحال لاني ما كنستعملوش، ومستغلتو دار فيه الغرابل ديال الطعام، ديال الكسكسو، ديال المقلاة اللي كنقلي فيها السر ديال هنايا، ديك باش كنهز الخبز، دوك الشباكي ديال الفريت ديال المقلاة العادية. نجو من هنا، هانتوما شفتو الشرجم، طفاية ديال النار، أنا كنصح بها الأخوات الله لي قدر تكون عندهم في الدار، وهي راه كتسالي فيها واحد التاريخ. هنايا المعان ديال الألمنيوم ديال لينوكس، كاين الكوكوتات، كاين الكوامل الصغار، كاين الكاسرونات، كاين الكوامل ديال الضياف، الكوامل ديال الوليمات، العراضة زعما كانت شي عراضة كبيرة. وهذا واحد الوقت فاش كان الزوج ديالي حي الله يرحمه كنستعملو بزاف، يعني كانوا الضياف عندي بزاف، وكانت الدار دائما عامره، دائما دائما كانت عندي الضياف. كنت من الخطات كاين اللي كنتلقى ثلاثه ديال الطنجرات فوق النار، اربعه.
هنا كاين البرقان وداكشي ديال الصباح. ودابا نيت الا كانت شي مناسبه ولا شي حاجه كتلقيني كنفور، مثلا انا يعني فاش نبغي نحمر الدجاج كنفورو، فاش الدجاج اللي نبغي نحمر كان فاش كنغسلو كنقيه وكان هذا قبل ما نرقدو ما والو، كنديرو يتبخر في الكسكس شويه باش يدخلو الطياب باش ما يخسر ليا في عاد. كنديرو نشد جوج برمات ثلاثه، كندير الدجاج اللي كنت زربان عندي الضياف، عندي الكساكس كيكونوا بزاف عاوتاني بحال كنبخر الخضره نبخر شي حاجه عند اللحم عندنا الضيافين. يعني هادشي ماشي ما تقولوا ليش هادشي كانت الدار دائما عامره، دابا عامره الحمد لله، ولكن ماشي بديك الكثافه ديال اللي كيفاش كان الزوج ديالي حي والضيافين والعائله كتجي من موريتان، من المغرب، من الداخل، من الخارج، يعني عائله كبيره، عائله كبيره ماشي كبيره يعني ماديا، كبيره بالترابط الاسري والترابط القبائلي. هذا اللافابو ديال هذا تحت البوطاجي او تحت الكونتوار ديال الكوزينه او تحت شكل واحد كيقول لي تما كاينه القرعه ديال البوطه ديال الدوش، كنحط وحدها سول هذوك السطوله، واحد كيكون فيه الطحين، جوج الطحين الفينو، واحد فيه الطحين هذا، والخضار كيكون عندي واحد فيه الطحين القمح اللي كنطحنوه الروسنا. المهم هذا هو البوطاجي ديال هاد الكوزينه هذه. الزليج دايره ليه الزليج، ها هو المشكله ديالو، هو هاد ما بين الزليج هذا، وكل ما كتكثري له البرودويات ديال النتويج كينيتويو كيتكالو كيدخل الداخل. يعني هذا ما ننصحش به شي واحد يديرو في البوطاجي الا كان دوك القطع الكبارات والمعلم كي يعني عنده خبره ما يخليش هادو يبانو، كيكون بحال كان قطعه واحده هادو كيديريه هذا كل ما لانه انا هاد السيمه درتها جوج خطرات. وهاد المطبخ ديال السطح ماشي هذا غتقولوا يعني كاين اللي غيقولوا ساخ، كاين هو الصراحه، ولكن هو اصلا هذا لان السيمه البيضه غادي تشد تغير اللون ديالها خطره غيتكب عليها حتى هي قهوه طلا ما يتكب هنا. قطعتي شي هذا ما بقيتش كنقطع حتى الخضره فاش كنقطع داك الشيء، وليت كنجينا البوطاجي لافابو نقطع او الحوض. هنا هاد الزليج هذا هادي ماركه هي اللي في البوطاجي وهي اللي تحت هنايا هنايا هاد لي بواط هادو كنت كنحط الماعن غير تما الكيسان هاد الطباصل، كنت ندير واحد البلاكارد ديال الخشب هنايا صدق داكشي كيبرزطني. والسطح هذا الغبره من الخطرات كتنسي الباب ديال السطح مفتوح، من الخطرات كيكون غير مردود وكتجي كيكون الحال كيكون الصيف كتجي كتلقاي الكوزينه سخونه كتقولي بلاتي نفتح يبات مفتوح باش تهوى دخل هذاك البرود ديال الصباح، كتنسيها ما طلعيش انت للسطح هذاك النهار، كتعمر الغابره الدبان يعني كيتكرفصوا. بقيت كنفكر قلت الحل الوحيد هو نشد هاد لي بواط هادو وندخل فيهم الماعن، بما انهم هما غير ماعن هاد المطبخ ديال السطح، وكنشوف مثلا هاد باين ليا هذيك فيها الترموس وماعن القهوه، هذيك فيها القطاعات ديال هذا، هذيك فيها ديال الحلويات، هذيك فيها ديال الكيسان ديال العصير ديال، هذيك فيها الطباصل، هذيك فيها زليف، هذي يعني وهكا كنشوف شنو عندي فيهم، ونفس الوقت محتفظه عليهم نقيين. نجبد لابواط نهز داكشي اللي بغيت نسالي منه كنقيه كنشفو كنرجعو، كنت ما مساليه كنخليه في لافابو كنعمر عليه بالماء كنخليه حتى نسالي ونجي نوصلو. هادو هنايا هادوك لي بواط هادوك كانت فيهم شي حاجه لتحت وخواو وطلعتهم خليتهم باش حتى نوصلهم، قديتهم تما حتى خاصني نشدهم نحكهم بالماء السخون، وهادوك ثلاثه مسخات. هذاك الصراحه هذاك المغسل كان عندي او الشلال كان عندي في الدار ديال الضيافين، ديرته في داك البلاكار اللي شتو فيه ما عندي الضياف، هذا كنجبدو من المرات الضياف اللي ما يعني ما غاديش نقولهم نوضو غسلو في ديكم في لافابو، كاين كيكون جي عمك راجل كبير باك مع انه با كينوض راسو ولا كيجي عندك شي ضيف مسكين الله يحسن الشيخ كبير، ما كتبغي تقولي له نوض غسل داكشي او قوم غسلو، والله هذا كتمشي كتجيب كديرو، ولكن هذاك لينوكس ديالو واخا تمسحيه سبحان الله ما عرفت ليه، ما خليت برودوي ما درتولو كيشد ليا كيبقى ليا فيها نقيطات هاك صافي. جبتو فما الكوزينه وكاين واحد في الصاله في واحد البيت فيه معين ضيافين، هذاك هو اللي كنستعمل وليت وكنرجعو بلاصتو.
قلت لك ماشي من هذاك المطبخ، من الحراره ديال المطبخ دار هكاك. هذوك المقارج ديال السطاح، واحد ديال كنسخن فيه الماء فاش كنبغي نعجن، واحد كان بحال هكا بغيت ندير شي حاجه خاصني الماء سخون لشي حوايج ولا شي حاجه ونشوفه ما بغاش يطلع ليه الماء السخون، لان نقدر كاكل المقليب، كان نسخن فيه الماء. واحد ديال تاي العائله كنطلعوهم تيو تاي صحراوي، خاصك الجمر والمقرج حنا ما نقول مقرج نقول المغرج. هذيك الفريتوز ديال هنايا، وهذيك الفريتوز المقلع العادي مقرب، هالمغسل اللي قلت لكم الشلال، شفتوا لي طراس اللي كيكونوا فيه، ممكن تشوفوهم ما بغاش تحيدو. هذا مشروع مشروع اللي بغات يلاه متزوجه وبغات كتشري الماء ما تشريش هاد الماركه هاد. اولا من تحت كيصفر، وهو هادو المقيرجات ديال السطاح، هذا كنسخن فيه الماء، هذا كنتيو به، وهذا كنسخن فيه الماء الا بغيت شي حاجه لشي حوايج بغيت نحكهم بالزربه ما بغاش يطلع لي الماء السخون في سميتو. هذه جميله الفريت، هذه قديمه عندنا وترسليها، هذه صوبت ليها عند هذوك اللي صاوبوا الكوكوتات، كتهز بزاف، كنقلي فيها بزاف، كنقلي فيها لي كروكيت، كنقلي فيها يعني الحوايج اللي بحال كنبغي عندي شي مناسبه ولا شي حاجه كنديرها وكنقلي فيها. تما كاينه واحد المقله كاسرونه والغطايه ديالها، هاد الكاسرونه هادي ما كندير فيها غير الا بغيت كيكون عندك شي من شزيف او مخارج فيه شي طراس، كديري شويه ديال الماء السخون هنايا اولا ديري الماء بارد، وديري شويه ديال الجافيل، شويه ديال التيد او صابون الحوايج، وكديريها على النار واحد شويه كتحكيها. الجميله هادي كندير فيها البوب كورن، هادي مقله راه الشبكه ديالها في الفران الا شفتوها كندخلها تم، لان الشبكه ديالها كتوخا تغسليها كتبقى شاده الدسومات باش ما تشد الغبره. هاد المجوره هادو هادي الشبكه ديالها راه كاينه في الفران باش ما تشد الغبره، لانها كتكون فيها الدسومات كتغسليها كتبقى تخافي تشد الغبره، كنحيد نجمعها عليها. زوينه حتى هي زوينه، حتى هادوك عمليات وكيقولوا لك بزاف وغير على البوطه. هاد المجوره كنت شحال هذا دايرتهم في كوزينتي الاولى، كندير فيهم العوشقه صغار ديال القهوه، الماس باش كنقطع الخضره، الموس ديال باش كنقطع خيزو بطاطا الخيار، هنايا كندير صفاره ديال الكوكوت طلعته هنايا، ما دايره يمكن فيها داكشي ديال التخربيق الطورني فيه شي حاجه. هادي ماكينه طح ديال كنطحن بها الخضره بحال هذيك اللي في الكوزينه ديال لتحت. ما تقولوليش دابا كنقول ما تقولوليش، قولوا اللي بغيتوا بصحتكم راحتكم، غير غادي يسولوا نجاوب دابا، اللي بغى يتفرج في الفيديو يسمع مزيان. انا مراه كبيره يعني في العمر الكبيره والله، ولكن ومع مرور الزمان كيجي كتجي حنا كما قلت ككل المغاربه كانت هذا وبيناتنا، كيجي خوك كيشريك واحد مولينيكس، وخاصه حنا اللي ربينا برا كاين شي مناسبات كنتهداو فيهم الماعن ديال المطبخ، نشري لك مولينيكس في عيد الام في عيد فهمتوا، نشري هذا نشري لك نشري لك شي حاجه عيد ميلادك، عارفك ربت بيت كيشري لك شي حاجه اللي هذه شاريها لي خويا، وهذيك اللي في المطبخ لتحت شريتها لي امي، يعني الوالده ديال الله يخليهم لي كامل والله يطول عمرها. هاد العجانه هذه جايبتها لي الوالده، العجانه اللي في المطبخ لتحت انا شريتها، هذه جايبتها الوالده. البنات سولوني قالوا علاش ما تحطي العجانه اللي في المطبخ عندك على البلون دو طرافاي، لاني كنستعمل هذه هنا فاش كنعجن، وتوت فاسون العجينه ديالي انا اكثريه هذه غير كنديرها للحلويات البيتزا بغيت نعجنها، وهذا عندي العجينه بزاف الاكثريه من دوك الخبز ديالي كنعجنو بوحدي بيدي. يعني هذا مجوره نسيت ما كنت شايفه دايره فيها، هادو كانوا فواحد لافاليز ديال جابتها لي الوالده ديال ديال الذبيحه ديال هادو لي صاك ديال لابوبيل، هادي القطاعه ديال الفريت قديمه، هادي دايره هنا الجورنال وشي حاجه كنفرشهم في سميتو في هاد الجورنال خصوصا ديرتو لحساب الفران كنقطع واحد شويه كنشعل به الفران، وشي سراب لتحت وشي حاجه. هنايا كاين هادشي ديال مولينيكس ديال
يعني المجوره ماشي فيهم داكشي ديال الكوزينه ديال المطبخ. هاد السطوره هادو واحد كندير فيه قرعي الزاج ديال اللي كان اللي كان شتو قرعي الزاج اللي كنستعمل، هذا دايره فيه الطواجن، ودزتهم هادوك البطاط داك النهار ما لقيت فين نديرهم، دايره فيه الطواجن الكبار. هاد الطاجن كبير كيهز، حنا كنقولو جدي، كيهز يعني ذبيحه صغيره كلشي كديري يكون عندك هذاك 15 و شيط الخيل. هذوك سطوله واحد حتى هو فيه البطاط ديال الزاج، وتحتاني فيه شوفوا نسيت تحتاني هو اللي فيه الزاج على ما اعتقد، غادي نبهدلكم معايا. لا في الشباكي ديال البلاستيك، الشباكي ديال البلاستيك هاد البرامل هادو كينفعو كيجمعوهم. هنايا هانتوما الماء شتوهم، هذا دايره فيه الخيوط ديال باش ديال الدجاج اللي شتو عندي في المطبخ، باش كان لاستيك كنجمع به الدجاج، والخيط ديال الدجاج كلشي ديال الدجاج. هذا كيجيبو لي من برا، كتجيبو لي العائله ديالي من برا، يعني ما غاديش نمشي نشري هذيك الكميه. هنايا كاينه الاله القهوه، هنا كاين واحد الميكرو صغير، هنا كاين العطريه، كاين ها الماس، هذه داكشي ديال الذبيحه، الخشبه ديال الذبيحه، الشوايه ديال الشوا، كلشي حاجه الشوا. هنايا هنايا كاين تخربيق، هانتوما شفتوا الغلقه ديال هادو الدواز ديال داكشي ديال الفريت، وشفتوا الغبره لانه سطاح تعيمت تجمعي. هنا كاين البطاط فيهم، كاين الملح، كاين الخميره، كاين وكتشوفوا الغبره، وكتشوفوا سميتو يعني مطبخ سطاح وما مشيتش نظفت مثلا باش نجي نقول لا راه باش. هذا هو المطبخ ديال السطح. هذه الثلاجه ما جيتش درت الثلاجه هنا، هذا الفران ديال الضو فوقها على حساب بغيت نصاوب شي، هذا جابته لي الوالده حتى هي الله يطول عمرها. نسيت موريتكم الفوق بلاتي، هنايا كاينين القصع، هي كاينين الجامر ديال الطنجره الكبيره ثلاثه، تما كاين داكشي ديال الطبالي ديال الفران، هنا كاين معين اتاي ديال هذا السطح، هنا كاينين شي مقارج ها هما اللور، كاين شي بلاطوات. هذه واحد السوبيره كنت شريتها ديال سموت، وكيطير داك داكشي ديال الصناعه التقليديه، ولكن كطير لي هذيك كطير هكا كتبقى كطير لي هذيك الصباغه ديالها، وكيبقى لك باين بحال ضربتيها مع الحيط ما ضربتيها. هذا ديال تقديم الاكل، هذيك ديك اللي كتفور الخضار واللحم وكل شيء، سيب كنفورو فيها الخضار ما كنستعملهاش بزاف كنحطها هنا. جل الثلاجه، هاد الثلاجه هادي هي اللي كانت في ديك البلاصه في الكوزينه ديالي لتحت، شفتوا شحال عريضه بلاتي نكحت وشحال واسعه، ولكن ماركت ويربول، ولكن مشكلتها كتبقى خدامه وكلشي ماشي عندي. فاش كتدخلي للموقع ديالها وتحطي النيميرو السيري ديالها كتلقاي نفس المشكله عند الناس في كندا، في فرنسا، في سويسرا، في كلشي في العالم كامل عندهم نفس المشكله ويربول، ولكن سميتو ديال حاطه فيه الفاخر، الكونجيلاتور ديالها زوين كبير واسع، الداخل رائع من الداخل، تعرفوا ما رائع يعني بكل ما تحمله الكلمه من معنى، من رائعه كبيره واسعه. حطيه زي الكوكوت ديالك الكبيره وحطيها فيها، ديك الكوكوت الكبيره دخليها، كتدخليها هنايا داك ديال الخضره لتحت مسدود بالجاج وتحطي فيه كيحتفظ لك على الخضره. هادوك جاج، هاد المجر ديالها كبير، هذيك كتجبد كتيره، وكانت هرست لي ما حطينا عليها شي حاجه ثقيله وتهرست وصاوبتها ها هي، وكترجع ولا وعريضه، ولكن مشكلتها الديفو ديالها كيتسكت من التحت
ما كتبقاش تبرد وكتسمع خدامه، الكونجيلاتور يبقى خدام ما يدوب ما والو وما كديرش الثلج، ولكن التحت ديالها كيطفى. خاصك شو ديري، لانه فيها شي هاد المشكل. نوريكم الديفو ديالها باش هي شنو باش ما تمشوش على هاد القنوات هادو. هاد القنوات هادو هما هادو، داك ليغ اللي كيمشي معاهم كيتجمد فيهم وكيسد، هادو هما اللي كيدو البروده للتحت. هادو كيتجمد فيهم داك ليغ، داك الهواء البارد، وفاش كيتجمد كيسدهم وما يبقاش الهواء يهبط للتحت. دونك خاصك ديكونجيلي هذا غصبا عنك، يعني وقت ما رشقت ليها هي وتخرجي داكشي اللي عندك فيها. وعي يكون عندي انا الكونجيلاتور لتحت عامر، وكان يعني وهذا المشكل دارته ليا ملي الله شريتها وبقينا لا راه غير هذا راه هذا صافي وبقات. ودابا تخدميها تخدم مزيان، والله يعمر الله يعمر لها الدار نص ونص الله يخليها سلاح هكا. هذه هذا هو غير قلت لكم هاد المعلومه هذه باش اللي بغى يشريها يعرف ما يشريش، ولكن هي عريضه وكبيره كاينين بحالها في سامسونج، ولكن ماشي بحال ماشي بحال من الداخل. كاينين بحالها في سميتها كاين واحد الماركه اخرى نسيتها، ولكن ما عجبنيش الداخل ديالو. هذا هو الزليج ديال السطح اللي ديال كوزين السطح. هذا هو هذه هي البولات سميتو هذا القفص ديال السطح. هانتوما المطبخ ديال السطح ها هو. غادي نمشي نشد لكم نظره من هنايا، ها هو هذه الطبله. نمشي نشد لكم من هنا. هذيك دايره فيها صابون الماعن، السيف ديال السموم، دايره واحد الشيته ديال السنان، دايره المحكه ديال الماعن. هانتوما شي دايره واحد البلاستيك الا بغيت نرمي شي حاجه. كاين واحد السطل ديال القمامه عطار وبرا كما قلت لكم. هادو ديال الماء ما كندوزهمش في الحيط. هادي البوطه ها هي هادي. هادو راه خدامين فيها غير جوج، ولانها ماركه مغربيه كتصدي كتخسر الفران ديالها هو اللي مزيان بوحدو. وفاش غادي نبدل البوطه ديال الكوزينه غنطلع هذيك هنايا وغادي المهم هذا هو مطبخي ديال السطح. هاد الطبله هادي كنحطها في ديك الجهه. التصوير اللي ما غادي يجيكمش زوين، علاش؟ لاني كنتحرك بزاف. غندير هكا هاد الطبله كانت ديال داك القنت، كنحطها بداك القنت باش ما تشد لي الطريق هنا. كاينه واحد الطبله في السطح وكاينه واحد الصاله في السطح. هذوك الصاله يعني ماشي صاله مفرشينها، دايرين فيها واحد الحصره ديال الميكا، ودايرين فيها شي مضارب شي فراش كان عندي في واحد قاعه الدار الاولى، ودايرين فيها واحد التلفازه صغيره هكا في الصيف كنجلسوا في رمضان، و ندوز عليها الانترنت والضو وهذا الشيء صافي. ودايره قدامها واحد، غادي نوري لكم من بعد. هذا هي مطبخ السطح، هاكا تجو من هنايا. هذا هو الباب، غادي نسد الباب. هذا هو الباب، هانتوما كاين الفران على ورا الباب. هذا الباب كان خاصو يرجع لبرا، ولكن انا فضلت يرجع هنا. قلت انا زعما قلت باش ما بقاش يشد ليا وبقى هكا ساعه، العكس خاصو يرجع. باقي غادي ان شاء الله نحاول نقلبو برا، ماشي غادي نبدل الكادر ولا لا. كيدير كاين واحد يديرو كادر في كادر وكيدير لك الباب برا. هذا هو الثلاجه، هذه هي الثلاجه. هذاك هو ما كاين حتى شي حاجه مغطيه هنايا، ما مسدود والو. نتوما كتبرزط في السطح لانه كلشي كيشد الغبره، داكشي علاش دايره لهادشي كلشي البلاستيك. هاد الماعن ان شاء الله تزوج بنتي نعطيها ولدي شي حد، يعني ماشي غادي يجي كاين البنات اللي غيجيو. وليت كان هادوك الردود ماشي كيمرضوني، ولكن خاصني نجاوبهم يعني نفهمهم، وكنتمنى يفهموا، ولكن ما عليه. مش انا كاع نجي تخبر الردود. واحد جوج ثلاثه ربعه، هذا هما هذا هو سميتو. هادو كيشدوا الغبره لانه السطح ضروري كيشد لك داكشي الغبره، كضطري ما تمسحي ولكن انا كنسد الباب دابا، ما بقيتش كنفتحو فلي. واخا تكون سخونه كنخليها سخونه براسها. وهذوك الماء درتهم في هذيك تانيت منهم. هذا هو مطبخ السطح. هذا هو هذاك الشرجم على لاكور، يعني كنفتحو كيتهوى هنا. شفتو هاد الفران قديم
هذا مابقاش صبغتو شحال من خطره. هاد لي بواط عمليين جبت من المرجان ب 56 درهم، هادو الصغارات كيديروا 30 درهم، زوينين رائعين، كاينين في مرجان شدوهم كيجمعوه وساهلين، في كتغسليهم كتعلقي فيهم هنايا اللي سميتها لصقات، لا ماشي لصقات، ملصقات ولا سميو اكروم، المهم الليبلز كتعلقيهم هنايا وزوجتك كتحطي واحد فوق واحد، انا كنصور حتى كتعلقي هنا فيهم الليبلز كتغسليهم مزيان، كيهزوا لك بزاف، راه كبار، شوفي الفران قداش، شوفي راه كبارات، ما عارفه شحال من سنتيم ولكن كبارات. وهذا هو مطبخ السطح، شفتوا داك الغطاء اللي قلت لكم كنغطي به الثلاجه، ها هو الميكرو الثلاجه، ها هو الفران. وهذا هنا كاين البريكه، كاين الجرنه باش كنشعل الصفاره، الكوكوت، اللقاط، هذه باش كنسد نفس السارو ديال البوطه، اللقاط هذا من الخطرات هذا ما كيبغي يشعل، هذا ستيلو، الورق ها هو كاين هنا، المذكره اللي قلت لكم كاينه في داك المجر اللي تحت الماكينه ديال القهوه، كاينه جوج مذكرات، كاين ستيلوات، وكاين هذا مذكر ديك اللي كتقطعي منها الورق باش نهبط الورق الا كتبت شي حاجه هنا، شي ملاحظه، شي حاجه كنهبطها. وهذه هي كوزينه السطاح، نتمنى تكون عجبتكم، و ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، ديروا لايكات بزاف حبيباتي، وباش نوصلوا لواحد العدد كبير. يلا تهلاو لي فراسكم وبصحتكم وراحتكم.